السلام علیکم. سب سے پہلے تو 2023 کا رمضان مبارک. اچانک والا رمضان, یعنی رات 10:30 بجے پتہ چلا ہے کہ کل پہلا روزہ ہے, اور آج کراچی میں صبح سے بارش ہو رہی ہے, اور ابھی بارش رکی ہے تو ایک کام سے سرجانی جانا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے. چلیں. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق. سویپرس لگے ہوئے, کام ہو رہے گا, پانی صاف کیا جا رہا ہے. قطال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان الحب زاد عما العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام, أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام. ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. قطال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح.
पावर हाउस सुरंगी से लेकर सरजानी तक उल्टे हाथ पर काफ़ी सारे फ्रूट बेचने वाले आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो है शहर में दूसरी जगहों की नस्बत यहाँ पर फ्रूट की प्राइस जो है बहुत ही बेहतर है, यानी काफ़ी फ़र्क है। तो अभी चल के देखते हैं, रेट देखते हैं भी और यहाँ से कुछ फ्रूट लेते हैं। رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن.